الكابتن عاد بيتكلم طبعا على البطولات اللي احنا بندخلها كنادي اهلي، بس النادي الاهلي مطالب بالفوز بكل البطولات. صحيح. يمكن انت قلت يا كابتن بلال يعني مش ممكن هنكسب كل الماتشات. صحيح. اكيد هيجي وقت الماتش ده والماتش هنكسبه ولا كل البطولات ولا كل البطولات، بس انت بتبقى عايز ايوه ال 100% من اداء بالظبط. بس انت بتدور، بص احنا جمهور، محللين، حتى المدير الفني، حتى اللعيبه كمان ما بيبقاش ساتسفاي من 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 الملعب، يخرج من الملعب الا اذا كان اداؤه 100%. ما خد بالك، ما انا ممكن اعمل كل المجهود، اشوط كره تخبط في العرض صح تطلع بره، كره مثلا تخبط في لعيب تاني الفرقه التانيه وتيجي جول، انا أي. عملت كل حاجه أي. لكن هنا التوفيق وعدمه، لكن انا اشتغلت خلاص. يعني مثلا يعني جوارديولا هو بيتكلم على ماتش ريال مدريد قال لك احنا عملنا كل حاجه، بس هي دي كره القدم خلاص. مش ممكن، اصل لو انت النهارده فرقه سيطرت بالظبط، هاجمت ورحت وضيعت وحطيت الكره في العارضه وكره وانفرادات وعملت كل حاجه ومسكت المباراه كلها وحجمتها واستحوذت وبقى ليك ايجابيه على المرمى، وفي الاخر خلاص خرجت بركلات الترجيح، السلام عليكم والسلام. هل ده مش وارد في كره القدم؟ وارد بالعكس، دي حلاوه كره القدم، مش بس مش وارد، حلاوه كره القدم. صحيح. في فرق بتعمل ايه؟ في فرق دايما قدراتها وامكانياتها وشخصياتها بتوصلها دايما للنهائيات. ما ينفعش نقول حلاوه كره القدم في 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 دور ال 32 ناس يعني، او في الجروب ستيج ما تظبطش. ليه؟ او تلعب كويس ما تاخدش بطوله. لا الفرقه بالظبط كده، لا وكده تلعب كويس تاخد بطوله، ده يعني ايه؟ يعني تاخد الكره معاك بيكم، خد بالك قصدي يعني ايه؟ او تسجل شريط سيدي هيا وتقعد تتفرج عليها. لكن المتعه في المكسب طبعا. المتعه بتبقى دايما المتعه الحلوه قوي في المكسب، طبعا مكسب مع اداء يبقى حاجه سوبر ستار، لكن انت المتعه الحقيقيه في المكسب ده اللي متعودين عليه في النادي ولما بتاخد بطوله. بس خد بالك، ما انت برضو في اوقات، لان كره القدم دي انت مش حاجه كومبيوترايز يعني، ده انت لعيب بيتعور ولعيب مود وحش ولعيب ما نامش كويس ولعيب عنده برد ولعيب جاله شد ولعيب مش النهارده يعني متغيره بشكل كتير جدا. طبعا ده انت النهارده بتدخل الماتش بتقول ايه؟ بتدور على حاله اللعيبه النهارده رقم واحد، خد بالك حاله اللعيب رقم واحد، ثم المدير الفني رقم اثنين، والتشكيل والخطط والنمط الادائي والاستراتيجيه بتاعته في الجيم، لكن انت مش هيعمل لك كل ده الا لو اللعيبه كلها الحالة في حاله جيده جدا. مزبوط. انت لو لعيب واحد بس كان بره اداؤه او بره حالته الطبيعيه يفقدك بطوله، يخليك تخسر بطوله. يعني النهارده ممكن لابريسي تاو النهارده مش شايفه احسن واحد، فاهم قصدي؟ فده ممكن يغير لك سير ماتش، فيغير لك سير بطوله، فتروح الكره مثلا يعني يجي يوقفها كده فتطول منه، فاللي بعدها يلعب الكره فتيجي جنب العارضه فيبقى مود وحش في الماتش، خد بالك، فيخرج بره خلاص، ما انت مش هتقدر تسيطر عليه، فاهم؟ فبيبقى مطلوب من المدير الفني يتدخل بسرعه، يتدخل الناحيه دي ويحاول ان هو يكلم اللعيبه ويشجع اللعيبه من بره ويحاول يغير في الاداء ويغير كمان في بعض اللعيبه، بتغير لك سيستم جيم كامل. يعني انا النهارده ممكن اغير لعيب يغير لي، يخليني انا كمدير فني اغير اصلا اسلوب اللعب، فاهم قصدي؟ يعني انا النهارده مثلا لو انا النهارده بلعب وعلي معلول مش موجود معايا، مش هيغير لي سيستم اللعب. بعض اللعيبه مش كل اللعيبه طبعا، بعض بقولك لعيب واحد ممكن يغير للمدير الفني السيستم اللي بيشتغل بيه. صحيح. مثلا يعني انت النهارده بتعول على علي، يجبرك على طريق. طبعا يجبرك طبعاً على تغيير طبعا، يعني غصب عنك، انا النهارده عندي مفتاح اللعب ناحيه الشمال. أيوة. مش موجود. مزبوط. هتعمل ايه؟ مزبوط. فبالتالي انت كمدير فني مطالب غير. منك عشان لعيب ممكن تغير السيستم طبعا بتاعك. انك تغير، لا مش ممكن، انت اكيد هتغير السيستم، فاهم قصدي؟ لان انت بتعمل ايه؟ علي بيطلع فبيجي اكرم توفيق تحتيه، فانت بتلعب بثلاثه افلات في نص ملعب، فلا علي مش موجود، هتلعب باثنين، هتلعب براس حربه متاخر او بتلعب ب10، فهتعتمد على طرفين الملعب، فالباكين ممكن ما يزيدوش الناحيه، هتغير افكارك كلها، دي كل الحاجات. فدي وخد بالك دي من متع كره القدم يا كابتن ايمن، خد بالك الاهلي فرقه كبيره وعنده مشاكل، عنده مشاكل طبعا، مشاكل في 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 المباريات المتلاحقه طبعا. بس خد بالك هي الفرقه الكبيره. سؤالي هنا بس نقف هنا، يعني هي نقطه، الاهلي دايما عنده نجوم كبير حلو وعنده نجوم كتير، كثره النجوم دي المفروض بتسبب مشكله للمدير الفني ولا بتديله افضليه؟ لا افضليه طبعا، افضليه، افضل المفترض تديله افضليه. انا هقول لك على حاجه، مين من 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 اللاين فورورد بتاع النادي الاهلي ما لعبش السنه دي؟ كله لعب، كله لعب بلا استثناء، كله لاعب بلا استثناء. ليه؟
هي الفرق الكبيره كده، دي طبيعتها، انك هتحتاج كل اللعيبه اللي بتلعب يعني خاصه في الخط الامامي. يعني لو بص كده على مثلا على لعيبه النادي الاهلي، كهربا الاحتياطي، كهربا، مودست، رضا، شحات، عمر كمال، السوليه، واحمد نبيل كوكا، انت ما عندكش غير سنتر باك واحد. ايوه. وما عندكش ولا باك. صح. لكن عندك سبع هجوم، هي الفرق الكبيره كده. وانت بتشتري دايما بتفكر في ايه؟ انا عندي اثنين سنتر باكس او عندي اربعه كفايه، لكن بحتاج قدام في كل مكان ثلاثه، ممكن ثلاثه، بتحتاج في راس الحربه ممكن اربعه. ليه؟ لان انت الفرقه دايما بتعتمد على الهجوم. تمام؟ عايز تسجل اهداف دايما. ما انت قلت نقطه برضو مهمه جدا يا كابتن بلال. يعني انت تطرقت مثلا لعلي معلول. حلو. كويس؟ مع احترامنا لكل اللي موجودين. تمام. انما ما عندكش البديل اللي ممكن يعوض لك علي معلول في غيابه. طبيعي. حتى الان. طبيعي. لان انت قلت بنفسك لما علي معلول بيغيب عن الفريق لاسباب، ممكن فكر مستر كولر يتغير. طبعا. استراتيجيه مستر كولر تتغير. أكيد. فانت عندك لعيب زي علي معلول ممكن يغير لك فكرك كله. طبعا. علي معلول مهم جدا في الفريق. حل. وانت بتتكلم على ايه؟ ظهير ايسر. اه. ولكن هو بيخدمك وليه دور هجومي كبير جدا جدا جدا. اه بس انت ظهير، ده انت بتبني عليه. طبعا. وخد بالك ما كابتن ايمن مصر، احمد بلال، غير ايمن شوقي، غير اسامه عرابي، غير كابتن شريف، غير كل واحد يعني ليه ميزه، له امكانيات مختلفه عن التاني. ماشي. فاهم قصدي؟ فانا النهارده دي كواليتي لعيب. هل النهارده في 100 باك ليفت في ما هو في كام باك ليفت في مصر كلها؟ في 18 باك ليفت اساسي. لا مصبوط. بس هو عنده كوكا ممكن يبقى باك ليفت، وعلي معلول. لا ما اقصدش، لا لا لا، يعني عنده زي ما ايمن قال كده، عنده ككوتش يقدر يترجم اللعيبه دي في اماكن جواكر. عنده كذا لعيب. لا انا بتكلم فيها يا كابتن شريف، بتكلم يعني ممكن تانية. كوكا وعلي معلول قدامه في نص الملعب. دي حاجه ثانيه. لا ده ممكن، ما فيش علي معلول، ممكن كوكا يبقى باك ليفت ولعبها قبل كده. يعني انا بتكلم في دي. لا لا انا بتكلم في حاجه ثانيه يا كابتن شريف، انا معاك في دي طبعا. يعني هو المدير الفني اكيد يعني لو في عنده مشكله هيبقى في بديل. لكن انت امكانيات وقدرات وكواليتي اللعيب نفسها، انت بتخليك انت كمدير فني تفكر بشكل مختلف. يعني انا النهارده مثلا لو ما عنديش واحد للامثل، خد بالك، ما انا ممكن يبقى عندي رايت باك زي محمد هاني كده بيلعب 50 50، يعني بيهاجم ويدافع، لكن علي بيلعب باك ليفت، ليفت باك، وبيلعب مثلا 70 هجوم 30 في الحته الدفاعيه. فبقى انا كمدير فني بقوم عامل ايه؟ بقوم مرحل وجايب لعيب تاني من نص الملعب، من الاثنين السته او الثمان، يعني سته او ثمانيه، واحد منهم بقوم مرحله ومخليه يعمل التغطيه في الحته دي عشان ما يبقاش عندي مشكله في الحته الدفاعيه. تكامل. انت خد بالك؟ فبالتالي بعمل ايه؟ بقوم لاعب ثلاثه فلات. ليه مستر كولر بيلعب ثلاثه فلات في معظم الاوقات؟ عشان هو بيعتمد على طرفين الملعب بتوعهم، بيعتمد على هاني وبيعتمد على علي معلول. لانه لو لعب باثنين ميدفيلدرز مع واحد 10 والاثنين الاثنين الباكين اللي عندنا بيخرجوا الاثنين بيلعبوا، هيبقى عندك مشكله كبيره جدا في اه طبعا مشكله كبيره جدا في التغطيات. لان انت عشان مين اللي هيغطي في الحته دي بقى؟ هتضطر انك تجيب سنتر باك يغطي مكان علي، فهتسيب الحته دي فاضيه، فبقى عندك مشاكل رهيبه جدا. عشان كده في معظم الاوقات اللي علي معلول موجود فيها، تمام، بيلعب الراجل بثلاثه في نص ملعب. غير كده بيغير لما يكونش موجود علي، بيلعب باثنين ويلعب بمجدي قفشه اللي هو اللعيب رقم 10 بالنسبه له، لانه بيغير طبيعه اللعب. تمام. فالنهارده لا، الاهلي كفرقه طبعا بسكواد النادي الاهلي زي ما اقول لك كده يا كابتن ايمن، لا السكواد ده احسن سكواد في افريقيا، يكسب اي حد.